حماد رئيسا جديدا للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بعد إعادة انتخابه خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية ب 105 أصوات مقابل 48 صوتا لصالح منافسه عبد الحكيم بوغادو رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة. يعني هي مسؤولية قبل ما أكيد هي حاجة يعني تفرح كي تشوف الثقة تاع أعضاء الجمعية العامة، ولكن مهمة صعبة يعني في خاصة في الظروف هذو اللي نعيشوا فيها. إن شاء الله دوك الأولوية راهي يعني التحضير اللوجيستيكي للألعاب الأولمبية، وبعد الألعاب الأولمبية إن شاء الله أول شيء هو راح يكون ليزاموندمون دي ستاتيو يعني تكييف القوانين. ظن اليوم نحيي بالمناسبة الأخ والزميل عبد الرحمن محمد على الرئاسة وكل أعضاء المنتخبين معه. نقدر نقول لك اليوم أنا جد فخور وجد مسرور بالنتيجة اللي حققتها، لأن أول تجربة لي في الجنة الأولمبية. كنت في وقت فات كنت في المكتب التنفيذي، واليوم كانت لي الترشح الحمد لله. كما تم التصويت على المكتب التنفيذي المتكون من 14 عضوا والذين سيرافقون حماد خلال العهدة الأولمبية الجديدة 2021-2024. أنا دائما إنسانة يعني كيما نقولوها فولونتير، ووجودي في اللجنة الأولمبية هو لتقديم يعني تقديم شيء زايد، يعني مش ما تهمنيش المناصب وما تهمنيش المسؤوليات بقدر ما تهمني العطاء والإفيكاسيتي. نشكر كل من صوت لصالحي وإن شاء الله نجيب الإضافة إلى هذه اللجنة، وهذا شرف لي كرة القدم الجزائرية وشرف لي شخصيا أني متواجد في اللجنة الأولمبية الجزائرية. الرجل الأول في الكوة تنتظر عديد التحديات، أبرزها توفير الإمكانيات ومرافقة رياضية النخبة المقبلين على خوض أولمبياد طوكيو والاستعداد لاحتضان الألعاب المتوسطية المقررة بوهران صائفة 2022.